راح اروح وياكم لاحد البيوت اللي كل شيء فيه مقلوب، راح نروح للصور ونشوف شلون. الخبر يقول ان تم وضع كافه الاثاث والديكور والاجهزه في هذا المنزل بشكل مقلوب، قاعدين نشوف الصور ورانا، الامر الذي يشعر الزوار بما يشبه الخداع المذهل. إيه انا شفت هذه الحركه برا حتى لك اي صح إيه عرفت يعني كانت تقول ليال الخميس اللي عمرها 29 سنه وهي اللي كانت تقف وراء هذا المنزل، ان الاول من نوعه في العالم العربي. طبعا يجذب المكان الزوار لالتقاط الصور في غرف فيها يعني الناس سراير وكراسي ومقلوبه ومعلقه من السقف مثل ما قاعدين نشوف الصور اللي تدبنا في هذه اكيد اللقطات. فكره عالميه واول مره في الوطن العربي والكويت. اللي يميز هذا البيت ان كل شيء فيه صجي ووزنه طبيعي، يعني حتى السيارة ترى صجية وزنها طبيعي. سكتت انت اندمجتي ثمان غرف لحظة قاعدة طالع لأن الصور وشلون انك انت فعلا بالمقلوب انه الحين هو ثمان غرف الواحد يدش وقاعد يتمشى في هالبيت وشوفون فوق صار تحت وتحت صار فوق. يعني فعلا هي الفكرة يمكن شفناها احنا في بيوت في اوروبا اعتقد صحيح. او في امريكا ما اذكر بالتحديد، ولكن أول مرة يصير عندنا وفي الوطن العربي كأول بيت فكرة قاعد تجذب زوار كثر. بس البيت هذا يقولش المفروض دشين تمشين على إيدك عشان راسك لا يفتر. الحلو أن ليال يعني أن قدرت تحافظ على تفاصيل. لحظة هذا بيضرب أوتي كنا صح؟ هذا بيضرب أوتي هالملابس يعني شوف يعني تفاصيل دقيقة وركزت على هالمواضيع. شوف حتى شلون مصفطين الهدوم والأحلال. الحلالة بصراحة أبدعت. تبي تروحين صح؟ أبدعت إيه؟ تبي تروحين إيه؟ عارفك عارفك تحبين هالسؤال. لا فعلا شوفين حتى طاولة الأكل يقول حتى الأكل تقريبا يعني حافظت عليه بطريقة صح إيه بحيث أن مثلا اللون ما يتغير ما يخترب الأكل. أعتقد أيضا حطت عليه مواد معينة على أساس المحافظة عليها. صحيح حلوة الفكرة. زين كاتبين وين وكذي عشان نروح؟ لا مو المفروض يقولوا لنا وين يعني خلينا ودونا